بسم الله الرحمن الرحيم. 18/3/2012 جمعة التدخل الفوري العسكري. يتم الآن الاستعداد لخوض الماراثون الدولي الذي يتم في إحدى الدول الأوروبية، والذي يشارك به بطل من أحرار سوريا حمص قصير. وكما نرى المتسابق الحمصي مرتديا علم الاستقلال، استقلال سوريا الأبية. ان شاء الله نسأل له الفوز والنصر لسوريا، سوريا الحبيبة، سوريا الكرامة، سوريا العزة. ان شاء الله نسأل له ولسوريا النصر بإذن الله، بإذن الله رب العالمين. بعون الله تعالى سوف انتصر لاجل ثورة سوريا باذن الله تعالى واحرار سوريا. الله اكبر، ونصر الثورة ان شاء الله باذن الله تعالى.